تعالي اوريكي بقى محميه وادي بلبل. احنا فين بقى دلوقتي؟ احنا في الغابه بتاعتي الصغيره. يعني ايه بقى؟ يعني الزرع ده كله يعني ده عيالي وولادي الصغيرين. طب احكي لنا بقى، يعني اكيد الزرع ده بياخد من وقتك كتير، اكيد قريت عشان يبقى عندك كميه الزرع ده، بتعمل ايه؟ ما بعملش حاجه، يعني انا دي هوايه، بحب الزرع وبسقيه طبعا كل يوم، يعني في الصيف بسقيه كل يوم وفي الشتاء يوم اه يوم لا. بس وفي حاجات بقى مختلفه، في زرع بيشرب ميه كتير وفي حاجات تانية ما بتشربش ميه خالص زي الصبار والحاجات ديت. يعني في حاجات كتيره جدا يعني، بس ما قريتش، انا اتعلمت لوحدي. هي بس بتحفظيها في خلال السنه كلها ازاي، يعني في شجر بيقع الورقه بتاعه وبيطلع في الصيف في شهر 4، حاجات كتيره، في حاجات بتطلع ورد في كل شهر مختلف. طب احكي لنا الموضوع بدا ازاي، يعني ازاي بدا حبك للزرع ابتدى؟ اول ما سكنت لوحدي جبت بيت وجبت زرعيه صغيره صبرايه بتطلع ورد وبتاع، اتربيت بقى معاها واتفرجت عليها وقعد اتابعها وهي بتطلع ورد وكل شهر بتطلع ورد وبتاع. وبعدين جبت زرعه تانية وبعدين ثالثه ورابعه، وبعدين بقى عندي غابه، كان عندي روف قبليها، جبت بقى روف وجبت زرع كتير جدا، وبعدين اخدت الزرع ده كله وجبته هنا تاني في روف تاني. وانا شايفه في طيور بتعدي على الشجر. اه هتحكي لنا القصه بتاعتهم كده؟ لا بصي، هو في هنا طيور بس مهاجره، في هو في واحد معدي اهو، في واحد اسمه ده دلوقتي الاخضر هناك ده، ده اسمه جرين بي ايتر. ده هجره، وفي منه بقى بي ايتر تاني اكبر بقى كله ملون، وفي بغبغانات وفي الحسون وفي بوم بالليل. ده في المعادي. انت مش بتخاف؟ لا مش بخاف، انا بصورهم بس. بيجوا يقفوا على الزرع هنا؟ بس مش هنا، بيخافوا يقفوا هنا، بيقفوا بعيد. انا شايفه القطط، يعني انا اصلا بخاف من القطط، واي حد يعرفني عارف انا بخاف من القطط بجد، من ساعه ما دخلت البيت وقطط كتير جدا. انا عندي قطه اصلا بتاعت العماره، يعني بتخلف كل 3 اشهر، بتخلف كل 3 اشهر. عندك كام قطه دلوقتي؟ في 9 تحت وواحده هنا، يعني 10 كله على بعض.